كما عرفنا أن قول الزور محرم، ولكن ربما يقع الإنسان في قول زور يصحبه أو بصحبة آخرين، أو يقول وينقذه من الشر، يعني إن هذا شهادة الزور يمكن تنقذه من الشر، فهل عليه في ذلك شيء؟ أفيدونا. يا أخت عائشة يوسف، تقولين إن الزور ممنوع، فهل يجوز للإنسان أن يشهد شهادة الزور لينقذ نفسه من الشر؟ لا، شهادة الزور لا تجوز، وأي شر يدفعه بشهادة الزور؟ فإن شهادة الزور محرمة، قال الله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ فعد منها شهادة الزور. قال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وألا وشهادة الزور. ثم إن شهادة الزور يترتب عليها مفاسد كثيرة، منها أن الشاهد غرر بالحاكم وظلم حيث قضى بشهادته الزور، وثانيا غرر بالمحكوم له، هذا الذي شهد له، حيث ساق له مالا حراما بشهادته الباطلة، وثالثا ظلم المشهود عليه حيث منعه من حقه بشهادته الفاجرة. فشهادة الزور من أكبر الكبائر، كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، والله أعلم. أحسنتم.